وسط الحياة السياسية اللي احنا بنعيشها دلوقتي هناك ضغوط كثيرة جدا ومتنوعة في المشهد السياسي. في ضغوط من وفود خارجية، كل يوم بنتابع عدد كبير من المسؤولين الأجانب سواء من الدول العربية الشقيقة أو من الدول الغربية بيجوا لمصر وبيعقدوا لقاءات مع المسؤولين الحكوميين بهدف التأثير على صنع القرار في مصر والوساطة ما بين الأطراف التي تشهد بينها هذه الأزمة من انعدام الثقة. هناك ضغط آخر موجود داخل المجتمع المصري وهو ضغط شعبي، الناس ضاقت بالاعتصامات وضاقت أيضا بعمليات التعذيب اللي بنشوفها خارجة من اعتصام ربع العدوية ومن اعتصام النهضة، وبالتالي كان هناك مناشدة شعبية لوقف العنف وللقضاء على الإرهاب. ولكن هناك طرف ثالث يضغط أيضا وهو جماعة الإخوان المسلمين، شفنا امبارح تصاعد لهذا الضغط عن طريق محاولة لاقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاولة لنقل الاعتصام إلى ميدان الألف مسكن وهو الميدان الحيوي في شرق القاهرة. هل عمليات الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وأيضا في عدد من المحافظات المصرية هي محاولة لتغيير قواعد اللعبة الموجودة حاليا؟ بيشرفنا في الاستوديو سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والسياسي. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا وسهلا. كما يشرفنا دكتور أحمد زايد أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة. أهلا دكتور. أهلا بك. أهلا وسهلا. هنحاول مع حضراتكم ومع ضيوفنا الأعزاء نفهم آخر هذه الضغوط وآخر تحركات جماعة الإخوان المسلمين. سيادة اللواء اسمح لي أبدأ من عند حضرتك وسؤالي، هل هي عملية منظمة؟ هل جماعة الإخوان المسلمين بعد ما سمعت عن قرب فض الاعتصامات قررت إن هي تصعد من تحركاتها في الشارع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مما لا شك فيه هي عملية منظمة رغم أن كلمة تنظيم دي طعمها حلو، يعني دايما بنقول أي شيء منظم بيدي نتائج كويسة، ولكن حتى الإجرام بيستغل التنظيم كسيستم وكخطوات ليصل إلى نتائج سيئة. هي عملية منظمة بالفعل، ومنظمة من بداية ما مرسي الدكتور مرسي يبقى رئيس، ومنظمة بعد ما بقى رئيس، ومنظمة لإعادة هيمنة الإخوان المسلمين بعيدة عن الدكتور مرسي لأنه أصبح في غياهب الماضي بالنسبة لهم وبالنسبة للشعب وبالنسبة للوضع الحالي. التنظيم هنا بيجي لثلاث أسس. نمرة واحد، أنهم لابد أن يحافظوا على شجرة الإخوان المسلمين، دي أهم شيء عندهم، وهذا هو الذي يجعل المسألة الإقليمية والدولية تبقى في شبخ عالي وتصرفات عالية داخل مصر. ليه؟ لأن الجماعة ما هيش موجودة في مصر، هي موجودة السنتر بتاعها والرأس بتاعها والقوة الأساسية بتاعتها في مصر. لو اتضربت الشجرة في مصر انتهت كلمة الجماعة الإخوان الدولية، إذا جاز لفظ دولية. الناس بيعتقدوا دولية يعني 85 دولة كلهم إخوان، لا، ده يونتس موجودة فيه. فهنا النقطة حتة إنها تستبقى الشجرة الإخوانية في مصر، هذا هو الهدف الأول. يعني التصعيد سببه إن هناك محاولات للإبقاء على تنظيم الإخوان المسلمين؟ لا، ده أنا بدي لحضرتك الدرجات. اتفضل. نمرة واحد، الشجرة تبقى موجودة. نمرة اتنين، سلامة الشجرة. الشجرة النهاردة أصبحت مش سليمة بما تم من إجرام حينما كان الدكتور مرسي في الحكم، وحينما بعد ما أقيل والشعب أقاله من الحكم، وحتى الأمس أمام المدينة الإعلامية أصبح هناك إجرام موجود. وبالتالي أنا عايز أحافظ على الشجرة ثم أزيل العقاب اللي المستوجب على هذا الإجرام، يبقى بنظف الشجرة. ثالث مرحلة هو الأمل في العودة والهيمنة والانتقام. والانتقام عندهم دوافع انتقامية، انتقام اسود كحل من قلب 60 ليلة. عشان نبقى فاهمين، لو رجعوا ما هيبقاش في دولة. ثلاث نقاط. يعني إذا عادت جماعة الإخوان المسلمين من خلال نوع من أنواع المصالحة الوطنية، ده مش هيكون مش هيهدئ من الأوضاع في الشارع؟ شوف حضرتك، في فرق كبير قوي إن أنا أقول مصالحة على أسس حقيقية، وأنا واحد من الناس وحطيت ثلاث نقاط والناس إحنا ماشيين عليه. من في رقبته ويده دم بضى الموضوع في القضاء. تمام. هناك من بيستعد لأنه يكون في عملية سلمية بشروط مصرية بطبيعة مصرية بقانون مصري، أهلا وسهلا بي. آخر حاجة، بندي أمان وعدم ملاحقات لمن ليس عليه جريمة حتى يعود المجتمع كما يجب أن يكون. لابد أن تتم في إطار
احترام، احترام قانون، احترام حقوق. انا ما اعملش عمليه تفاوضيه او اسعى الى عمليه تفاوضيه وانا مقصور. ده حتى التفاوض لما درسناه لابد ان انت تتفاوض تحت قوه، تقوم تجيب تفاوض. اما التفاوض زي ما بنسمع دلوقت، تعالوا نقعد على الترابيزه ونفكر في العفو عن مرسي والعفو عن اخوان مسلمين والعفو عن ميتين اهل بتاع الاجرام ده. انا اسف يا اخي، يا حاجه بقت تقرف. الله، هو مش امن الناس؟ امن الناس اللي عايشين 92 مليون دول، دول ما لهمش كرامه؟ ولا اصبح امن المجموعه الاجراميه دي هي اللي تهمنا؟ لا، وبقى في كمان تهديد قوي جدا لمنشات الدوله الحيويه، زي امبارح شفنا مثلا هجوم على مدينه الانتاج الاعلامي، قبل كده شفنا محاوله لاقتحام مديريه امن السويس، مديريه امن الفيوم، هناك اعتداء على تفجير حصل في الدقهليه. بس احنا من كتر الاحداث الناس ابتدت تنسى. المشهد امبارح اللي حضرتك دكتور احمد زايد تابعته قدام مدينه الانتاج الاعلامي كان مشهد فيه عنف كبير، كان مشهد فيه متظاهرين ليهم اكتر من مكان بيتظاهروا فيه من غير ما حد يقول لهم ما تتظاهروش، ربع العدويه، النهضه، وغيرها من الاماكن، ولكن هم اختاروا ان هم يصعدوا من الاحتجاجات امبارح. ايه سبب التصعيد من وجهه نظرك؟ اولا لابد ان احنا نبص في حاجتين. الحاجه الاولانيه هي شكل التصعيد، شكله واساليبه، والحاجه الثانيه سببه. احنا لما نبص لشكل التصعيد هنبدا بالتصعيد اللي بيجعل جماعه الاخوان المسلمين في رابعه وفي النهضه وفي الاماكن اللي يعني يسلكون كما لو كانوا في حرب حقيقيه. لانه احنا في مصر لم نرى هذه الدشم اكياس الرمال الا في حرب 73 وفي حرب 67 وفي حرب الاستنزاف لما كنا في حاله حرب. فإحنا لما نيجي قدام جامعة القاهرة ونروح بشيك كده بشكل طبيعي نلاقي أكياس رملة في كل الجهات. يعني هذا يعني أن ثمة تحصينات، وهذه التحصينات وراها أسلحة ووراها خطة ووراها استراتيجية ووراها فكر معين. نمرة اتنين، عملية الخداع. إحنا ما بنشوفش الخداع ده إلا في الحرب. فبنجد أيضا أنه الكلام فيه خداع، يقولك أنا رايح احاصر مدينه الانتاج الاعلامي بشكل سلبي، وتبص تلاقيه هو اللي ضرب الجندي. يعني البوليس لم يستخدم السلاح على الاطلاق، وهو استخدم فقط قنابل المسيله للدموع، هو استخدم سلاح. هم ضربوا الجنود بس بشكل سلمي يعني. ضربوا الجنود بس بشكل سلمي، ولذلك كما لو كنا في حاله حرب حقيقيه. والحاجه الثالثه، توسيع المظاهرات في الميادين. قبل كده كناش بنشوف مثلا مظاهرات في الشوارع، من الاسبوع اللي فات ده كله كل يوم بيبقى فيه مظاهرات في الدقي وفي المهندسين وفي مصر الجديده. ان الناس تحس. نمره اربعه، استخدام شعارات معاديه بتجعل بعض الشباب، يعني انا ابني امبارح جه بيقول لي انا قريت البيان اللي هم بيوزعوه وسمعتهم، ففي كلام وحش جدا. يعني هو يعني لما يكون شباب صغيرين زي دول بيشوفوا هذا السلوك فبيضطروا يتصادموا معاهم زي ما حصل في الفيوم. يعني في الفيوم كان في هذا الشكل كمان من اشكال التصعيد، ان هم يعني بيعملوا نوع من يعني توسيع قاعدة الاستعداء في الخارج، يعني ان هم يعني بيوسعوا ويجيبوا قنوات فضائية ويجيبوا ويدخلوا ناس وبيعملوا. فكل هذه يعني بتدل على انه الاخوان المسلمين بيعملوا شكل من اشكال التصعيد. خلقوا عايزين يعملوا كما لو كان عايزين يعملوا اقول ايه دولة داخل الدولة، عايزين يعملوا. ولذلك القضاء على هذه الازمة لابد ان هو يتم بسرعة. سبب بقى التصعيد انه هم عايزين يكسبوا ارض جديده، وهم عايزين يعملوا، وانا ده كلام بيكمل كلام اللي قاله سعاده اللواء، انه عايزين يكسبوا ارض جديده، وعايزين يشعروا بنقاط للقوه، يعني بيضيفوا لنفسهم، عايزين يظهروا كمان القوه بتاعتهم وان احنا نستطيع. وبيعملوا شكل من اشكال الدخول او التحول من دائره، وانا بقولها هنا في شكل ايه تخصص دقيق، يعني التحول من فكرة التظاهر حتى العنيف إلى الإرهاب. بمعنى، لأن إحنا لما بنيجي نعرف الإرهاب، هم عايزين يتحولوا، يعني هل هم واعيين لأن هم في طريقهم لهذا التحول؟ في تحول خطير، لأنه الإرهاب جزء منه أنك أنت تروع الآخرين، تخوفهم. يعني لا تحدث عنف فقط، يحدث أذى. وده الفرق بين الإرهاب والعنف من الناحية العلمية. أن أنت العنف بتحدث أذى للآخر، إنما الإرهاب
بتحدث الأذى للآخر وللدولة وبتروع الآخرين، يعني تترك أثر تخويف في المجتمع. في ناس كتير دلوقتي، ده اللفظ السليم يا دكتور، ترويع. الناس يعني دلوقتي في ناس كتير جدا بيخافوا، يعني بيخافوا يمشوا وبيخافوا، واحنا نفسنا الاماكن اللي هي فيها الناس بتبتعد عنها، ففي نوع من انواع التخويف. انا شايف ان ده فيه خطوره كبيره جدا، وانا حضيف بقى الارهاب ده باصبح ارهاب في اطراف المجتمع في سيناء، اطراف احنا بننسى الجنود اللي بيقتلوا في سيناء كل يوم، يعني هم لو مات عندهم واحد فقط الدنيا بتتقلب عليه، انما احنا دلوقتي لما بنعد اللي ماتوا في سيناء بنجدهم اكتر من 113-115 واحد، وبنلاقي كمان اللي ماتوا من الشرطه عدد ضخم جدا. فهل الدماء دي مش دماء مصريه؟ لا مصريه ولا التانية؟ يعني احنا المفروض ناخد بالنا من هذا التحول ونبتدي بقى نتعامل معاه، لانه السكوت عليه بشكل كبير انا اعتقد ان هو ممكن يدخلنا في، يبقى المجتمع بقى منقسم حقيقه الى قسمين. يعني هم برضو جماعه الاخوان المسلمين في الفتره اللي فاتت مش بس بتحاول ان هي تقوم بعمليات تصعيديه على الارض، ولكن جماعه الاخوان المسلمين تحاول تجنيد اطفال ضمن الاعتصام. شفنا اطفال بيخرجوا في مظاهرات حاشده، هذه المظاهرات الأطفال شايلين فيها كفنهم وبيهتفوا بهتافات سياسية هي أبعد ما تكون عن وجدان وعن عقل وعن شعور أي طفل موجود في مصر. احنا عدينا غرفة الأخبار عدت لحضراتكم هذا التقرير عن استغلال الأطفال من جانب جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات والأحداث السياسية. نتابع هذا التقرير. مشاهد صادمة ارتبطت باعتصام الإخوان المسلمين في رابعة العدوية، مسيرات لأطفال ربما لا تتجاوز أعمارهم الخامسة، يحملون أكفانا أو يرتدونها أو يحملون لافتات كتب عليها مشروع شهيد. مسيرات أطفال رابعة أثارت فزع المجتمع المصري، وكانت مثار انتقاد حاد من قبل المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الطفل، بينها اليونيسيف والمجلس القومي للأمومة والطفولة. باباك عايش؟ عايش؟ طب هو انت ليه شايل اليافطة دي؟ أحدث ردود الفعل صدر من جانب السفيرة ميرفت التلاوي أمين عام المجلس القومي للمرأة في مؤتمر كشفت فيه النقابة عن كثير من الملابسات المرتبطة بالزج بالأطفال في هذا المعترك الخطير. ومن أخطر ما ورد في المؤتمر استغلال لأطفال أيتام داخل اعتصام رابع العربية، وكذلك استخدامهم إلى جانب السيدات كدروع بشرية. أنا بطالب الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي انه يشوف الجمعيات الخيرية اللي بترعى الايتام، هل دول الاطفال دول مستغلين من دار الايتام وهم اللي طالعين حاطين ايدينهم على بعض كده؟ معناها خطير انه دول مدربين في مكان ما، مش ممكن يكون ابن واحد من هنا واحد من هناك. إلقاء طفل في الأسكندرية من أعلى بناية وطعنه بآلة حادة، أناشيد ملقنة يرددها أطفال دون العاشرة تعبر كلماتها عن الرغبة في الموت، لتضاف إلى مشاهد أخرى ارتبطت باعتصام رابعة واعتبرت بحسب المؤتمر مخالفة خطيرة للميثاق الدولي لحقوق الطفل وضربا بعرض الحائط بمواثيق حقوق الإنسان. أطفال مصريين دروع بشرية، أطفال ذوي الإعاقة، أطفال سوريين لاجئين ونازحين نتيجة الحرب يتم استغلالهم في أبشع صور. المشاركون في المؤتمر وجهوا انتقادا لاذعا لوسائل الإعلام الغربية التي قالوا إنها تركز فقط على حق التعبير عن الرأي وتغض الطرف تماما عن انتهاكات صارخة لا تخطئها عين لحقوق الأطفال. ما بين انتقادات لا تتجاوز جدران قاعات المؤتمرات التي تنعقد فيها وبيانات الشجب والاستهجان، يظل الواقع على الأرض أطفال بدلا من أن يحملوا الألوان والألعاب يحملون الأكفان، وبدلا من أن يكونوا مشروعا للمستقبل يحملون لافتات مشروع شهيد.
اخر حاجه الواحد ممكن يتخيلها انه يشوف اطفال عندهم اقل من 10 سنين، الاطفال دول نازلين في مسيرات شايلين كفنهم. طفل عنده 10 سنين شايل كفنه وكاتب على التيشيرت من ورا مشروع شهيد. يعني بدل ما الاطفال دول يبقوا عندهم حلم ان هم يعيشوا بشكل احسن، يعيشوا وياخدوا كل اللي هم نفسهم فيه، يعيشوا ويكبروا ويشتغلوا وده يبقى ضابط وده يبقى دكتور، الاطفال نازله شايله كفنها وعايزه تكون شهداء. اعتصام رابعة العدوية هو أحد الاعتصامات اللي موجود فيه أسر كاملة. هناك عدد من الأطفال مش عارفين إذا كان هؤلاء الأطفال تابعين موجودين مع أسرهم في الاعتصام ولا زي ما السفيرة ميرفا التلاوي قالت إنه قد يكون هناك شبهة لاستجلاب هؤلاء الأطفال من ملاجئ الأيتام. سيادة اللواء، هناك طبعا حديث كبير دلوقتي في وسائل الإعلام وطبعا مناشدات من وزارة الداخلية للمعتصمين بفض الاعتصام قبل القيام بأي عملية أمنية لفض هذا الاعتصام. هتكون إيه مخاطر هذه العملية على الأطفال وكيف يمكن تجنبهم أي مشاكل ممكن يتعرضوا ليها من أي عملية أمنية؟ أولا أنا آسف في إذا كنت يعني طلع مني كلمات عصبية، لا لأن الحقيقة الواحد بيشوف اليومين دول أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لا علم يقضها ولا اجتماع يقضها ولا دين يقضها، وشيء عجيب. يعني قبل ما جاوب حضرتك بالنسبة للأطفال، عندنا أهم حاجة في علم النفس ومعنا الدكتور يقول وعلم الاجتماع، كل ما تدي للطفل حتة الأمان والأمل بتربيه تربية سليمة، تقدر تديله قيمة هينفع. أجي أنا الطفل أسحب منه الأمل وأعبيه خوف وأحط له قصة الموت ومش الموت، إيه هو طفل إيه يفهم في إيه مشروع شهيد؟ ده إحنا كبار، أما تيجي واحد كبير زينا تقول له مشروع شهيد يعني مفيش حاجة اسمها مشروع شهيد، أنا بخش حرب ودخلت حرب وخلف خطوط مفيش حاجة اسمها مشروع شهيد، أما يريد ربنا يبقى شهيد يبقى شهيد، ومحدش يعرف مين الشهيد ومين مثلا الشهيد. ودي حاجة مش بتاعتي يبقى ربنا هو اللي يعرف الشهيد. الشهادة دي 4 درجات، ده شغل جهالة. إذا أنا عندي إنسان جاهل، نيجي بقى للناحية الأمنية عشان أوصل لنقطة حضرتك. المفترض الأمن يبقى فيه أمن وقائي بدائي، يعني ما يبقاش فيه عندي حالة تستدعي التدخل الأمني، ده جزء من الأمن أساسا. يعني الأمن الحقيقي أن يصبح الشارع عندي بكل مكوناته في حالة لا تستدعي التدخل الأمني، ده أول معنى لمعنى كلمة أمن، أن يكون في أمن حقيقي. أن دي تروح ويبقى في عندي حالة يبقى لابد السرعة معها حتى لا تتفاقم. يعني إيه تتفاقم؟ الناس ما بتفهمهاش. أنا لما اعتاد على الإجرام ولا أرضع، فهنا الإجرام بيديني نوع من القوة، بيديني إحساس من الهيمنة، بيديني إحساس من السلطان، بيعلي ذاتيتي، وبالتالي بدعم هذا الكلام بآخرين، بدعم هذا الكلام بإمكانيات. إذا كان معايا سلاح آلة حادة بجيبها آلة أكبر، إذا كان سلاح أبيض بخليه سلاح ناري، لأن الإنسان بطبيعته يحب الهيمنة، وهيمنته دي بتسد احتياجاته الطبيعية في الحياة، وده عنصر تواجده وبتقوم عليه السياسة، وده جزء بيدرس في الأكاديميات وبتوع الأمن يفهموا الكلام ده. طيب ما حصلش السرعة، يبقى أنت داخل في معضلة. طب لما نصل لحالة المعضلة الموجودة، نبقى عندي مجرم وحاسس إنه متمكن، أو حتى الخوف بتاعه محسسه بالتمكن، أو حتى الحقد والأمل بتاعه محسسه بالتمكن، لا حيلة لي إلا أن يرى ويستحس ويتأكد إن أمامه رادع قوي. حينما ينكسر هذا الرادع احنا في حاله ربنا يسترها تبقى فوضى. يعني انت شايف حضرتك ان هذا الرادع ممكن يكون مغيب عن وجدان قيادات جماعه الاخوان المسلمين في الوقت ده، هم مش حاسين ان هم حد يقدر عليهم، وبالتالي يستعينوا باطفال يستعينوا بسيدات يستعينوا وهكذا. مع الاسف الشديد جت فتره النهارده لما كان القوات المسلحه بتتكلم على امن، هم يعلموا ان ده كان هيتم وكان المفروض يتم من اسبوع الكلام ده، وانا بقول كان المفروض يتم من اسبوع، واخر ميعاد كان المفروض اول امبارح وامبارح كان المفروض العمليه دي تتم، والاخوان المسلمين والحواشي بتاعتهم عارفين هذا الكلام، وعملية طلوع الروح ان انا اجيب اطفال واجيب ستات واتدارب ستات واطفال، ويبقى هذا الرجل لا يستحق انه يتقال عليه راجل اللي بيتدرب ستة او بيتدرب طفل، واخد بال حضرتك؟ ده معناه انه كان خلاص وصل لمرحلة سنة خفيفة وينتهي هذا الاعتصام، ينتهي هذا الامر السعيد. يرجع الامن يرجع لورا؟
ده اللي يخلي الواحد يتجنن. يعني هو احنا لسه مش عارفين اذا كان الامن رجع لورا ولا لا. في خطوات وزاره الداخليه اعلنتها، واحنا عايزين برضو هنستمر في هذه المناقشه حوالين استغلال الاطفال في المظاهرات السياسيه من جانب جماعه الاخوان المسلمين. معانا على التليفون الخبير الدولي في حقوق الانسان الاستاذ عبد الله خليل. استاذ عبد الله، برحب بحضرتك وعايز اسمع تعليقك الاولي على هذه المشاهد في استغلال اطفال شايلين كفنهم وكاتبين على التيشيرت مشروع شهيد في مظاهرات الاخوان المسلمين. اولا ده استغلال، ده مخالف للبروتوكول الخاص بحظر السائد استخدام الاطفال في المنازعات المسلحه، وبالتالي فهي جريمه دوليه وجريمه ضد الانسان. هي تعتبر جريمه؟ جريمه. جريمه بكل مقدار، جريمه دوليه وجريمه ضد الانسانيه، ولا تصح التقاضي طبقا للتصفيات. ومصر موقعه على هذا البروتوكول بالاضافه الى اتفاقيه حقوق الطفل، وده خرق إنما المهم ان هذه الممارسات تتم او هي جزء من بيكشف تواجد منهج تنظيم القاعده في ربع العدويه او في مناطق التجمعات. لان هذه الصور منتشره في افغانستان وايضا في العراق وفي كل الاماكن التي يتواجد بها تنظيم القاعده، وممكن البحث على الانترنت لمعرفه كثير من الصور الذي كانوا يستغلون الاطفال في ربط الاحزمه او تدريبهم على ربط الاحزمه الناسفه حول اسطورهم، ويبتدوا تصويرهم في مشهد يعتبر جريمه في حد ذاته في حق الاطفال. فهذا النهج بيدلل على ان هناك تنظيمات ارهابيه تمارس نفس نهجها في داخل الاعتصامات داخل الربع. وانا بحب احذر أن الحديث أيضا عن الإخوان بمفردهم دون حلفائهم أو أنصارهم هو أمر يؤدي إلى إفلات المسؤولين الآخرين من العقاب. يعني بمعنى أن حركة حازمون، هناك أيضا مبتدئات حركة حازمون يحرضون ويشاركون في هذا الأمر، هناك الجهاديين السلفيون، كل هذه الأمور يجب، هذه التنظيمات يجب حذرها واعتبارها تنظيمات إرهابية. أستاذ عبد الله، إيه اللي المفروض الدولة المصرية تتخذه من إجراءات للحفاظ على سلامة هؤلاء الأطفال اللي بيستغلوا داخل اعتصام رابعة، وإيه اللي المفروض الدولة تعمله على المستوى الدولي؟ لأن إحنا ما سمعناش إدانات دولية توجه لجماعة الإخوان المسلمين على في هذا الشأن. أولاً أنا برضو عايز أكرر أن الإدانة يجب أن تشمل جماعات الإخوان وحلفائهم وأنصارهم في داخل رابعة، وبمسمياتهم محددة، بمسمياتهم على أرض الواقع. يعني عشان ما نفصلش نحذر الإخوان ثم نجد أمامنا جماعات أخرى إرهابية يجب تصنيفها. أولا أن المجتمع الدولي يتحرك إلى بناء على المعلومات، والمعلومات لابد أن تتوافر من مصادرها المحلية الموجودة. واللي أنا بقوله أن تحرك هيئة الاستعلامات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة جاء متأخرا كثيرا. وبالتالي فان انا يعني اللي انا شايفه ان المرحله المقبله ستشهد تحرك دولي كبير، لان اصبح هناك معلومات متوفره يتم بثها ويتم تحليلها موجوده يستطيع ان يقراها الراي العام الدولي. فانا مش عايز باستمرار ان احنا نلقي اللوم على الراي العام الدولي، الراي العام الدولي يتحرك. الموقف الاوروبي تغير بعد ان توفر له المعلومات، الموقف الامريكي تغير بعد ان توفر له المعلومات. لدينا مصادر عديدة وموثقة وقنوات اتصال بالرأي العام العالمي، لكن علينا أن نعرف جيدا كيف نخاطب الآخر حتى يستطيع الآخر أن يتفهمنا. ويعني دي برضو لغة محددة أنها لا تتحرك باللغة. يعني إيه نخاطب الآخر يا أستاذ عبد الله؟ يعني هل حضرتك شايف مثلا أن المؤتمر الصحفي اللي عقدته السفيرة ميرفت تلاوي مثلا لم يكن كافيا؟ كان المفروض أن الخارجية كذلك تتحرك بشكل مختلف؟ لا، أنا من رأيي كان المفروض المجتمع المدني، يعني منظمات المجتمع المدني، منظمات المجتمع المدني، لأن أيضا هناك تشكك من أي معلومات يتم بثها عبر المصادر الرسمية. إنما المجتمع المدني لو أكد، وده اللي حصل فعلا في موقف ثورة 30 يونيو، أن المجتمع المدني تحرك سواء سرا أو علنا، لكن تحرك لمحاولة تأكيد أن ما حدث في مصر هو ثورة وليس انقلاب. يعني كان موجود مجتمع المدني كان يزود الرأي العام الآخر في مواقفه بشكل مستمر ضد نظام الاستبداد الفاشل فيما قبل 30 يونيو. أستاذ عبد الله، اسمح لي برضو أقف معك على تقرير منظمة العفو الدولية.
هذا التقرير اللي تناول عدد من عمليات التعذيب. منظمة العفو الدولية قابلت شهود قالوا ان هم اتعذبوا بالفعل في اعتصام رابعة وفي اعتصام النهضة. وسط يعني عندنا كمان حادثة لسه امبارح العثور على احد المواطنين يعمل خراطا تم تعذيبه في اعتصام رابعة لعدة ايام. ايه اللي المفروض التصرف اللي تقوم به المنظمات الأهلية والحكومية أيضا في مصر لتوضيح هذه النقطة؟ لأن الناس كلها فاكرة أن اعتصام رابعة واعتصام النهضة في مجمله هو اعتصام سلمي وليس اعتصام يتم فيه عمليات تعذيب بالفعل. إيه يا سيد الفاضل، بس يعني خليني أقول لك أوضح لحضرتك. تفضل. من الأمنيستي عندما تصدر التقرير فإنها تكون قد تعاونت مع منظمات حقوقية من المجتمع المدني. المعلومات لا تحصل عليها منظمة العفو الدولية بمفردها، ولكن نتيجة التعاون مع المجتمع المدني. وده بيأكد تماما أن المجتمع المدني المصري والمجتمع الحقوقي له دور بارز جدا في إبراز الانتهاكات الخاصة بإخوان المسلمين. يعني ده أكيد نتيجة خبرة طويلة في التعامل مع منظمة العفو الدولية، وبالتالي لابد من توفير المعلومات لهذه المنظمات. حتى ايضا هيومن رايتس ووتش دلوقتي اصبح لديها بعض البيانات غير الدقيقه نتيجه معلومات مغلوطه يتم بثها من اتجاه واحد. لابد النهارده من البث في هذا الاتجاه حتى يعلم الاخر تماما ان المجتمع المدني يقدم المعلومات هي الاكثر ثقه والاكثر. مفهوم يا استاذ عبد الله. ده 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 مهم جدا ان احنا نؤكد عليه وان تتحرك فيه، ان يفهمنا الاخر المجتمع اللي موجود اللي حاصل في المؤتمر الخاص بالمجلس القومي للمرأة والمجلس وهيئة العمل الإسلامي مع احترام شديد جدا لكل أفراده، لكن في النهاية هو ما عكس تمثيل صادق للمجتمع المدني اللي بيثق فيه الرأي العام الغربي. خلينا نقول اللي بيثق فيه الرأي العام الغربي إن هو يبث كل المعلومات. أيضا منهجية جمع المعلومات وتحليلها بلغة مختصرة ومفهومة وليست بلغة إنشائية موجودة خطابية رنانة. يعني ده مفهوم تماما لازم ناخد بالنا بهدوء شديد جدا لهذا الخطاب. سيفهمنا الغرب هناك جرائم كثيرة أكثر مما تكلم عليه، هناك جرائم كثيرة ترتكب. يعني أنت حضرتك بتتكلم على العصام، أيوة، أول علامات هذا العصام الدشم والتحصينات المقامة حول العصام تدلل على أننا في أن خلف هذه الدشم هو معسكر قوة عسكرية مسلحة. يعني أول دلالة، ما سبب وضع هذه الدشم والتحصينات؟ سؤال لازم يتجاوب. هناك انتهاكات لحقوق الإنسان موجودة، انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة وأيضا التمتع بالملكية الخاصة. يعني حصار المباني دي لا يمكن أن تفرض حصارا على الملكية الخاصة دون موافقة ورضاء الملاك والسكان. مفهوم يا استاذ عبد الله، واشكرك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله خليل الخبير الدولي في حقوق الانسان معلقا على استغلال الاطفال في المظاهرات من جانب جماعه الاخوان المسلمين والتيارات الاسلاميه المتحالفه مع جماعه الاخوان المسلمين، وايضا على عمليات التعذيب اللي وزاره الداخليه قالت ان هي تحدث بالفعل في اعتصام رابعه العدويه وفي اعتصام النهضه. النبي في مطلب. اتفضل. استاذن الدكتور. اتفضل فندم. مطلب حضرتك تقوله دلوقتي، الاولاد اللي احنا شفناهم دول اولاد جايين من الملاجئ، احنا متاكدين من هذه المعلومه يعني ولا لسه؟ اصل احنا عندنا شك بصراحه. انا مستعد اراهن بعمري الاولاد اللي انا شفتهم قدامي دلوقتي وماشيين في صفوف وفي ناس بتمشيهم دول جايين من ملاجئ اللي بيلموا عليهم فلوس، واللي طالع قانون ان الاولاد الصغيرين دول ما يشتغلوش. عندنا قانون بيمنع عمالة الأطفال الصغيرة. الإخوان بيشغلون في المظاهرات. بص حضرتك. بيشغلون في المظاهرات. دول بص يا دكتور أحمد. وشبكة رصد مبسوطة قوي وبتصور المشهد. يعني شبكة رصد دي تبع الإخوان المسلمين. ده اللي بيلموا عليهم فلوس حضرتك ويطلعهم يشغلون بالطريقة دي. طبعا. دكتور زايد، استغلال الأطفال في المظاهرات، أستاذ عبد الله خليل قال إن ده مشهد ما كناش بنشوفه في مصر، كنا بنشوفه بس في العراق وفي أفغانستان كمان. دلالة المشهد ده بالنسبة لحضرتك انه يحصل هنا في مصر؟ انا حضرتك على حاجة، احنا كنا من سنتين انا كنت بكتب وثيقة لليونيسيف عن استغلال الاطفال، وكان فيها بند عن استغلال الاطفال في الحروب. واحنا بنناقش الوثيقة
قلنا ما فيش في مصر الحكاية دي ما نكتبهاش. كنت سعداء وفخورين. قلنا قالوا لا نكتبها كده على يعني كتبناها بس كنا بناخد أمثلة من دول أخرى. شوف للأسف الشديد احنا كنا اجتماع في اليونيسف في الأسبوع الماضي بنناقش وثيقة أخرى وكنا بنتكلم عن استغلال الأطفال وقالوا وبدأنا نتكلم وفي انزعاج كبير جدا من هذه المنظمة مما يحدث. وفي المجلس القومي للمرأة عملنا اجتماع في الأسبوع الماضي وأنا عضو في المجلس مع السيدة سكينة فؤاد المستشارة الرئيس الجمهورية وكل أعضاء المجلس عبروا عن استيائهم الشديد من حاجتين: سوء استخدام الأطفال ووضعهم كده في يعني في وضع مخزي لا يتفق لا مع اتفاقيات حقوق اتفاقيات حقوق الطفل ولا مع البروتوكول العالمي لعدم استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة. وزي ما قال الأستاذ عبد الله مصر بوقع على هذه الاتفاقيات وإنه إحنا كمان في المجلس عبرنا عن إنه الحكومة لابد إنها تاخد يعني مزيد من الفعل السريع والقانوني والحاسم تجاه هذه الأمور. ويمكن المؤتمر اللي عملته سيادة السفيرة ميرفت التلاوي جاء نتيجة لهذا والكلام اللي اتعمل بعد كده بالنسبة لهيئة الاستعلامات وغيرها والمجلس الأعلى للطفولة. هذه القصة يعني خلينا نرجع تاني لقصة التحول من العنف للإرهاب. أنا هنا بصدد معسكر أشبه بمعسكرات الإرهاب اللي موجودة في أي مكان في العالم. هم بيقولوا انه سلمي. لا 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 انا اقول لحضرتك في هذه المعسكرات انت بتروح تدرس اشوف اي معسكر يعني في افغانستان مثلا ولا في اي مكان في افريقيا في ارهاب ولا حاجه بتجد انه المعيشه بتبقى جماعيه والعمل جماعي وفي تقسيم ادوار داخل المعسكر وفي الاطفال موجودين والبنات والصبيان والمراه ويتم ايضا زيجات وتناسل خد بال حضرتك. ولذلك هنا حياه كامله قصدك حياه كامله هنا اللي ولذلك فكره المصالحه اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها مع سياده اللواء انا شايف انها تبقى صعبه جدا لانه انا شايف ان هذا شكل من اشكال التصعيد ليس في نيته المصالحه. ليس في نيته المصالحه، هو مش عايز يعمل مصالحه. ليه حضرتك ايه الاشارات اللي حضرتك شايفها؟ الاشارات عمل هذا المصالحة. هذه السلوكيات هذا التوسيع للصور التوسيع المختلفه للعمل العمل والاعتصام والدشم والمعيشة المشتركة داخل والسلاح واستخدام السلاح ويعني استثارة الناس. أنا لما استثير الشخص أنا لما أتظاهر في أي مكان في العالم ممكن تتظاهر بس مش من حقك أنك تستملك ما يملكه الآخرين. يعني تيجي على شارع كده قدام جامعة القاهرة وتمنع الأساتذة وتمنع الطلبة أنهم يدخلوا جامعتهم وتمنحهم من غير حتى اجل مسمى يعني من غير ما نعرف احنا التاريخ اللي هندخل الجامعه دي فيه امتى او تيجي عند رابعه العدوية وتمنع المره من ده يعني عمليه. وبعدين انت كمان تبني حطام اسمنتيه وتحط انا شفت قدام جامعه القاهره شريط كده زي قش الرز كده وفيه اطارات بحيث ان هو عامل حسابه انه لما يجي يولع في ده فتبقى يعني فكره تحصينات حربيه تحصينات حربية. اللي يعمل هذه التحصينات الحربية أنا لا أحسب أنه في نيته المصالحة أو لو كانت في نيته المصالحة هو عايز يعمل المصالحة بشروطه. لأنه إحنا شفنا المبادرات اللي تم تقديمها من قبل جماعات يعني متعاطفة مع جماعات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بتقول أن إحنا نرجع للوضع السابق وأن إحنا لا نعترف بالوضع. يعني فيه كلام مفهوم. ولذلك هو بيحتاج دائما ان هو يفرض شروطه ويفرض. ولذلك انا شايف ان اللي ماشي فيه دلوقتي وزارة الداخلية ده كلام جميل جدا ان احنا دايما لما بتبقى قدامنا مشكلة فبنحاول نحلها الاول بالطريقة السلمية وده اللي ماشي فيه دلوقتي وزارة الداخلية انها بتحاول تحل المشكلة بالطريقة السلمية وبعدين تتدرج بقى وبعدين تطبيق القانون. يعني القبض على الناس لابد ان هو يتم التوسع فيه لانه اي شخص يبقى مشبوه يبقى حامل سلاح يبقى بيعمل دشمة بيبقى يعمل أي حاجة بيقذف بأي طوبة حتى لابد من توسيع دائرة القبض ثم التدرج في تطبيق القانون إلى أن يأتي في الآخر خالص إذا لقينا إن احنا قدامنا مفيش غير الحل ده اللي هو اقتحام بالقوة لا بأس من الاقتحام بالقوة أيضا لأنه هذا الموضوع زي ما يكون بيتخلق داخل مصر. وعلى فكرة الجهات الأجنبية
مش فكره معلومات فقط زي ما بقول الاستاذ عبد الله، انا شايف انها فكره مصالح ايضا، لانه القوى الاجنبيه في بعض الاحيان بتتغاضى، ما كانتش شايفه الارهاب طول عمرها في افغانستان وفي حتت كتيره ومتغاضيه عنه، وشايفه نظم تسلطيه في العالم كله وبتتعامل معاها. ففي بعض الاحيان اللي بيحكم الـ 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 الوضع الخارجي ده ليس فقط المعلومات، انا متاكد ان هم عندهم معلومات، وانه ما يحدث في الرابعه العدويه بالثانيه معروف لدى كل الجهات الاجنبيه. انما المصلحه، لانه انا احسب انه ليس في صالح كثير من القوى الاجنبيه ان مصر ما تتفككش، يعني التفكيك مصر ده بيبقى في صالح قوى كبيره جدا. وانا اعتقد ان هم اعتبروا ان خروج المصريين في الثوره الثانيه والثالثه يوم 30 ويوم 26 ده ضد المصلحه او ضد التخطيط الاستراتيجي الذي كان مرسوما للمنطقه. طب اسمح لي انتقل الى نقطه هذه الاعتصامات، وجود جماعه الاخوان المسلمين وحلفاء جماعه الاخوان المسلمين في الرابعه العدويه. امبارح استاذ حمدين صباحي قال ان هم بيشكلوا ظهير سياسي او غطاء سياسي للارهاب اللي بيحصل في سيناء. يعني هل العنف اللي احنا شفنا جماعه الاخوان المسلمين ابتدت ان هي مش ابتدت يعني بتمارسه في هذه التظاهرات ومحاوله اقتحام مدينه الانتاج، غلق ميدان الف مسكن والتعدي على بعض الاهالي، هل هذا الشكل من ممارسه العنف في القاهره يعطي الاخرين جماعات التكفيريه والارهابيه اللي موجوده في سيناء حجه ان هي تصعد من عملياتها؟ اولا كلمه انها يعطيها حجه او ان هناك فاصل بينهم وبالتالي التصرفات هي اللي هتتصل ببعضها او تغطي على بعضها، ده كلام بعيد كل البعد عن الواقع. انا عندي جسد كامل، جسد واحد اللي موجود في سيناء في شمال سيناء بالذات، سواء كان داخل سيناء او كان خارج سيناء، واقصد به مجموعه حماس وكتائب القسام، هم عباره عن جسد واحد مع الاخوان المسلمين، وهذا رايناه منذ قبل حتى ما يتولى. وتم القبض على واحد فلسطيني بالامس او أيوه. بالامس لا وفي ستة الاسبوع اللي على مدار الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات تم كم كبير جدا، مش قليل، بالاضافه للي تم قتلهم. فانا عندي جسد واحد، الجسد واحد، طيب جسد واحد كده؟ لا، ده جسد واحد وفي خطه. اخر حاجه حصلت امبارح ايه حضرتك؟ شيء فوق التصور، لابد ان يناقش. بيتم اعلان الحرب على القوات المسلحه المصريه وعلى الدوله المصريه، وعلى ان شمال سيناء بتاع من ينادي بهذه الحرب على الارض المصريه والقوات المصريه والجيش المصري والمصريين ومصر. مين اللي بينادي؟ واحد مصري. يعني انا عايز امسك لساني، الواحد خلاص صيامه راح. والله صحيح. انت متخيل حضرتك اللي بيتقال؟ اما واحد مصري يطلع يقول لك انا بعلن الحرب باللفظ كده على مصر وعلى قواتها المسلحه وعلى جيشها، عشان كده لان انا لازم اخد شمال في دائره الارهاب الحقيقي. يعني ده بقى وصل لحتى ما بعد كلمه ارهاب، انت في حرب حقيقيه. ولما اتقال، ما عندنا من معلومات من المخابرات، وقالها الفريق الاول السيسي، قال لك انا عايز التفويض للارهاب والارهاب المحتمل. المحتمل الكلمه دي لازم يتوقف قدامها، المحتمل، لان هناك تداعيات كبيره جدا. دكتور احمد اشار للنقطه، ويمكن بيقولها بنوع من الـ الـ يعني الحياء والذكاء والادب. لا، ده واقع المجتمع الدولي اللي انا قاعد اتشدق بيه، ولا يجب ان اصل اليه واحل مشكلتي، لان مشكلتي في ايدي انا. المجتمع الدولي له استراتيجيات وله اهتمامات واضحة تماما، ويهمه تصعيد أمور، مش حتى مجرد أنه يبعد عن، لا، تصعيد أمور طبعا. وبنرى التصعيد ده، ولسه عندي أول امبارح أكثر من 3 عربيات مليانين أسلحة بطريقة غريبة من 4 أيام. تخيل أن أنت كان عندك بيارات بتشيل 3.5 مليون لتر بنزين وسولار اللي كانوا بيروحوا غزة. ده برضو إجابة على السؤال اللي حضرتك بتقوله، الجسد الواحد اللي موجود. أنا عندي النهاردة مش مجرد نوع من الترهيب العادي النفسي، ده أنا وصلت إلى اللي بيعملوه الإخوان وحواشيهم سفالة وقلة أدب وانحطاط، ملهاش عندي إلا كده. طيب اسمح لي سيادة اللواء، إن إحنا كان هناك مناشدة. لا، من فضلك ما تتكسفش من الكلمة دي. لا، أنا عايز أقول على بيان الداخلية، يعني اللي بيحصل في الأولاد الصغيرين ده، أنت متخيل؟ ويكلمنا الدكتور أحمد فيها، لما طفل صغير زي ده
تعيشه في الجو ده. قول لي يا دكتور احمد ده هيبقى بكره ايه؟ انا بعمل تمدد للارهاب. هو هيطلع طيب طفل عنيف ده تمدد للارهاب. طبعا طبعا. النهارده حضرتك بتناقشني على الشرطه، الشرطه واقفه هتطق من جنابها عايزه تخلص شغلها. طيب الجيش كذلك. اسمح لي انما لما يطلع السياسه بقى واحد سياسه انا عايز بكره ما يبقاش وحش بالنسبه لي. الله كلام ما ينفعش. الدوله بتبوظ كده، الناس جاهزه تخلص الكلام ده وناس طالعه تطبطب. نقعد على الترابيزه اعمل عفو عن مرسي، اعمل عفو عن اخوان، اعمل عفو عن مجرمين زي دول بتاع ايه؟ دي مصر. طيب احنا عندنا مناشدات مستمره من وزاره الداخليه لمعتصمين رابعه العدويه وميدان النهضه بفض الاعتصامات. كان هناك مناشده من وزاره الداخليه يوم الخميس اللي فات، والنهارده في ساعات الصباح الاولى تكررت هذه المناشده. نستمع الى بيان وزاره الداخليه الموجه الى معتصمين رابعه العدويه والنهضه، ونعود لاستكمال هذا النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم. التزاما من وزارة الداخلية بمسؤولياتها الوطنية، فإنها تؤكد حرصها على سلامة المواطنين المتواجدين في تجمعي ربع والنهضة، وتجدد تعهدها بتوفير الحماية اللازمة لهم والدفاع عن حقوقهم وضمان خروجهم الآمن وعودتهم السالمة إلى بيوتهم وأعمالهم. وتدرك الوزارة أن عددا كبيرا منهم يرغب في العودة إلى منزله، لكنه يخشى من ملاحقات أمنية أو تهديدات من القائمين على تنظيم تلك التجمعات، ونؤكد على تعهدنا بحمايتهم وضمان سلامتهم، حيث أن استمرار وجودهم وبقائهم يعرضهم للمساءلة القانونية في التورط بالعديد من الأفعال التي يجرمها القانون بعد ثبوت تورط القائمين على التجمعين في أعمال القتل والتعذيب والخطف وإحراز الأسلحة وقطع الطرق والتحريض على العنف والكراهية وإزدراء الأديان وهدم مؤسسات الدولة والمساس بالسيادة والمصالح الوطنية وتعريض حياة السكان للخطر وانتهاك حقوقهم. إن الوزارة وأجهزة الدولة وجموع الشعب المصري الواعي يدركون تعرض المتواجدين بتلك التجمعات لحالة خطف ذهني من قبل القائمين عليها، ولا يسمحون لهم بالحصول على معلومات أو أخبار غير تلك التي يروجون لها ويزودونهم بها عبر منصاتهم للسيطرة على عقولهم وإبقائهم رهائن لدى قيادات جماعة الإخوان. بعيدين عن التزويد بالأخبار ومعرفة الحقائق والاختيار بين البدائل المتاحة لتحقيق أهدافهم حتى يتم استخدامهم في عمليات تفاوض للحصول على مكاسب سياسية من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. إن وزارة الداخلية حريصة على حرمة الدم المصري، وحريصة على سلامة المتجمعين في ربع والنهضة، وحريصة على المساهمة في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق مصالحة وطنية تستوعب كافة الاتجاهات السياسية ولا تقصي أي طرف، لكنها حريصة أيضا على القيام بدورها في الحفاظ على الأمن وحماية المواطنين وملاحقة المطلوبين ضمن إطار سيادة القانون. أخي المواطن في ربع والنهضة، إن وزارة الداخلية تناشدك أن تحاول التعرف على آراء القوى السياسية الوطنية والجماعات الثورية والحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في الممارسات غير القانونية التي ترتكب في تجمعي ربع والنهضة، كما تدعوك إلى التمعن في رد الفعل الشعبي المستنكر والمعارض والمعادي لممارسات القتل والتعذيب وقطع الطرق والتحريض والدعوة إلى العنف والإرهاب التي تصدر عن التجمعين، مما قد يجعلك منبوذا من أهلك وبني وطنك. إن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه، إن الإسلام في مصر يعلو ولا يعلى عليه أمس واليوم وغدا. وإذا كنت تعتقد أنك تدافع عن شرعية، فالشرعية والسيادة للشعب، وقد عبر عنها بوضوح في 30 يونيو و 26 يوليو. وإذا كنت تعتقد أنك تنصر جماعة الإخوان، فإن خروجك الآمن السالم سيسمح للجماعة بالعودة إلى دورها ضمن العملية السياسية الديمقراطية النزيهة التي سيشهدها العالم كله وسيراقبها أيضا. وإذا كنت تعتقد أنك تحمي نفسك بالبقاء ضمن زملائك،
فإننا نتعهد لك بالأمن والأمان والعودة السالمة لممارسة حياتك الطبيعية باعتبارك مواطنا حرا شريفا، طالما أنك لم ترتكب أي جريمة أو تنتهك أي قانون. اللهم احفظ مصر. إذن تعهد من وزارة الداخلية، دي المناشدة الثانية من وزارة الداخلية إلى المعتصمين اللي موجودين في ميدان رابعة وفي ميدان النهضة، مطالبة من الداخلية للمعتصمين بالرحيل عن الميادين وتعهد في نفس الوقت. وزارة الداخلية تتعهد بأن المعتصمين الذين لم يرتكبوا جرائم توفر لهم وزارة الداخلية الحماية والتأمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتعدهم أيضا طالما لم يتدخلوا في أي من هذه الجرائم بالخروج الآمن. وزارة الداخلية في هذه الرسالة أيضا بتناشد هؤلاء المعتصمين إن هم إذا كانوا يريدون الحفاظ على جسد جماعة الإخوان المسلمين فستمكنوا من ذلك عبر خروجهم الآمن ومشاركتهم في المحافل الديمقراطية والسياسية السلمية المقبلة. دكتور أحمد زايد، وقع مثل هذا البيان من وجهة نظر حضرتك على المعتصمين في رابعة العدوية وفي النهضة؟ اولا انا شايف انه في يعني توفيق كبير جدا في هذا الاجراء اللي بتاخده وزاره الداخليه، لانه في دعوات كتيره في مصر، يمكن دعوات معظم الناس ان احنا نقتحم وان احنا ندخل وان احنا، انما انا شايف ان دي بدايه موفقه جدا عشان يبقى فيه نيه عندنا واضحه واراده واضحه من البدايه ان احنا يعني ايه، لا نريد الاذى لهؤلاء ولكن نريد لهم ان يدركوا ما يقومون به من مخالفات. لا، والتكرار كمان مهم. طبعا دي أكتر طبعا من مرة. وهي امبارح والنهارده يعني في تكرار، وانا شايف انها لابد انها تتكرر مره تانية، مره واثنين وثلاثه، لانه ده الاسلوب اللي حتى يخلي العالم يفهم، اذا كان العالم يعني هنحطه في اعتبارنا، ويخلي الناس دول يفهموا ويخلي المجتمع يفهم انه لا نيه لدى اي شخص في الحكومه او يعني في الشعب ان هو يؤذي هؤلاء الناس. والرسائل اللي المتضمنه في هذا البيان هامه جدا لان تقرا، لانه لاول مره يبقى فيه تعديد للمخالفات، انه في انتهاك لحقوق الانسان، وانه مخاطبه لوعي الناس اللي قاعدين، خدوا بالكم ده انتم محاصرين، خدوا بالكم انه انتم مش عارفين، في معلومات انتم مش عارفينها، يعني وحديث عن الاسلام. لأنه الكلمة أنا معجب بها جدا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لأنه كما لو كان وزارة الداخلية عايزة تقول أنه لا حق لأي حد أنه هو يحتكر الإسلام لـ 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 لنفسه أو هو يفسره بالتفسير بتاعه ويفرضه على الناس. الإسلام ده ملك الجميع وهو ملك لنا جميعا، وموجود في النصوص الإسلامية نفسها ما لا يجعل طرف يسيطر على طرف آخر، وانه الاسلام جاء لحريه البشر جميعا، وان الناس تعيش كلها مع بعض سواسيه. انه كمان بياكد على دور وزاره الداخليه، ان الدور بتاعها مش هتسيبه تنفيذ القانون. يعني معنى كده ضمنيا ان احنا لو ما تمش النداء ده احنا هننفذ القانون، لانه ده مهم جدا. وانا اعتقد انه وزاره الداخليه هنا بتستخدم اسلوب اجتماعي نفسي اكتر من استخدام الادوات العنيفه، وده موجود في الفكر الشرطي وموجود في الفكر بشكل عام، انك بتاثر على الشخص اللي قدامك وبتقنعه بوجهه نظرك. وانا اعتقد انه ده بيؤدي مع دخول عناصر اخرى. يعني انا سمعت بالامس حد بيتكلم من جماعه الاخوان المسلمين اللي هم ضد العنف، اللي هم بداوا شباب الاخوان المسلمين، لما يبقى دول يكتروا وكمان وزارة الداخلية بتنادي بالسلم وناس تانيين، الخطاب السياسي للدولة بيأكد بشكل دائم على ان احنا لابد ان احنا نعيش بشكل مشترك، وانه الاخوان الجماعة دي تمارس حقها في الممارسة السياسية دون تدخل من اي طرف، زيها زي اي حد تاني من غير ما تفرض وصايا على حد. انا اعتقد ده ممكن يعمل تأثير كبير جدا على انه يغادر عدد كبير من الناس هذه المناطق، حتى تحت ضغط وجود القيادات في اعتصام ربعة والخطاب الناس بتعيد النظر، الناس بتعيد النظر، مفيش حد بيثبت على وجهة نظره. حتى لو كان شفنا ناس من قادة الإرهاب نفسهم عملوا مراجعات، أليس كذلك؟ يعني لم يحدث ذلك. فمتوقع جدا ان الناس لما بتشوف مصالحها هي نفسها مهددة وهي نفسها بتساهم. أنا عايز كمان أضيف
على الكلام اللي قالته وزارة الداخلية إنه هؤلاء الناس بيسهموا في تعطيل مصالح الآخرين وبيعملوا حاجات الإسلام ما بيدعوش ليها، إن هم بيأثروا على خير الآخرين وعلى مصالح الآخرين وعلى رفاهية الآخرين وعلى استقرار وأمن الآخرين، وإن هم بينسوا برضو مصلحة الوطن. لابد إن احنا نأكد في الخطاب بتاعنا فكرة المصلحة الشخصية في مقابل المصلحة العامة بتاعت الوطن. الناس دي نسيت المصلحة بتاعت الوطن، هم نسيانها طبعا من قبل كده، بس دلوقتي في تأكيد على نسيان هذه المصلحة الوطنية. يا جماعة يا شباب الإخوان المسلمين، لماذا لا نغلب مصلحة الوطن حتى ولو خسرنا الجولة، حتى ولو تراجعنا قليلا عن بعض المصالح الضيقة اللي احنا بنبص عليها بعين ضيقة جدا، وندرك المصلحة الكبرى للوطن. الوطن مهدد. فأنا أعتقد أنه استخدام مثل هذا الخطاب ممكن يعمل بعض التغييرات إلى مدى معين، ثم بعد ذلك يبقى فيه نوع من الإنذار ثم اتخاذ الإجراء القانوني. على فكرة عايز أقول حاجة سريعة كده، معلش يعني سريعة جدا، أنه في نفس الوقت اللي بيتعمل بقى ده لازم يتنفذ القانون على حاجات تانية. يعني لازم يتنفذ القانون، اي شخص بيعمل خطا نقبض عليه، لازم يتنفذ القانون على ان ازاي العربيات الرمل دي بتدخل الرابعه وتدخل ولو في متظاهر سلمي ضرب عسكري بالخرطوش ضرب الخرطوش، يعني لابد ان احنا برضو ننفذ القانون بشكل حاسم وحازم، ويبقى فيه يعني تاكيد على هذا الامر. نعم شكرا. سيادة اللواء، حضرتك شايف ان هذا البيان بالرسائل اللي اوجزها لنا دكتور زايد زي ما جه في بيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، هل هيكون لي أثر كبير على المعتصمين؟ هل هتشوف في الأيام القادمة أن أعداد الاعتصام في رابعة وأعداد الاعتصام في النهضة قد انخفضت؟ لا وخلاص، لا والمعاد عدى. أنا النهاردة مش بتكلم لأول المعاد عدى معاد إيه اللي عدى؟ أنا هقول لحضرتك بالظبط. اولا اللواء هاني عبد اللطيف هو اللي قال الخطاب، وكنت اتمنى ان واحد تاني غير اللواء هاني عبد اللطيف يقول. هاني عبد اللطيف وشه لطيف كده وهو مؤدب وظريف وما كانش يجب يتقال ما اصل ده خطاب مناشده. بس هو مش خطاب فضل عمليه الاعتصام. هقول لحضرتك انا قلت كلمتين كده بقول خلاص وانتهى المعاد. ده مش اول مره بنتكلم في هذا الموضوع، احنا بقالنا فتره وبنتكلم وبتكلم على استراتيجيه امنيه وازاي فيها الناحيه العلميه والناحيه الاجتماعيه والناحيه النفسيه، وحصل ان احنا خدنا ناس فعلا وروحناهم بيوتهم وصالحناهم على اهلهم. الكلام اللي بقول لحضرتك ده بقاله اكتر من 18 يوم 18 يوم بعد 4 ايام لقينا ناس من اللي وديناهم موجودين في قلب الرابعه. تعالى يا ابني انت رجعت ليه؟ قال لك انا رحت هناك قعدت عطلان، انا هنا باخد 100 جنيه ومراتي بتاخد 50 جنيه وبناكل وبنشرب. ادي قصة من القصص، بتمسك قصص تانية موجودة عندي لسه من 4-5 ايام انا شخصيا بعد حوالي 18 يوم قاعدة مع فصيل معين وفصيل قوي وحددنا نقاط وحددت لهم 3 نقاط. يا عم ما فيش في ايديك دم هقعد معك، نمرة 2 هتخش في عملية سياسية على باسم مصر موافق، بعد كده انت في امان وانا هديك الامان ده وبكلمك باسم دولة. وفجأة ان انا رايح اقعد مع ناس بعد موافقين على الـ3 نقاط والناس قعدوا خلاص اهو اتفاق كما العلم بيقول، بتروح تقعد مع الناس تعالى بقى نتفاوض مرسي يرجع. انا هتكلم تاني والله هضيع صيامي كده بلاش يا ست. خلينا اتكلم مع حضرتك علميا. النهارده الخطاب بتقول خطاب النهارده لما يطلع اللي هو هاني وابو لطيف يقول الخطاب ده زي ما الدكتور احمد ماشي يقول قول إيه 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 خليها يا سيدي شغل ان انا بستف ورق، انا اتكلمت وانا انظرت زي ما القوات المسلحه انظرت مره ورمت مره واثنين وثلاثه انذارات واعلام ورمت بسكوت ورمت بنبوني كمان. خلاص خلصنا، بس لازم تمشي لي مع ده. انا عندي كرامه شرطه كرامه امن، لو اتهانت هقعد سنين عم ابنيها مره ثانيه وانا لسه خارج من مشكله بعد 25 يناير. النهارده الناس التعبانه الملايين بتاعت مصر اللي بتشوف الكلام ده وتعلم وتقسم يمين بالله ان الناس اللي جوه دي لا عندها دم ولا هتحس ولا الكلام ده ينفع. حضرتك شايف ان ايا كان التفاوض بناء على تجربتك الشخصيه التفاوض والنداءات بتاعت وزاره الداخليه خلصت والمفروض ان دلوقتي هو الحل الامني. الامني والامني وكيفما يكون. واحنا سبق قلنا عاملين حسابنا في اقل خسائر وحطينا الاسس، وبكلم بقى حضرتك على كلام بقاله اسابيع بنقوله تكنيكيه. ليه الواحد جاي النهارده يعني خلاص قرفان؟
انما بتحس ان اللي قدامك مع احترامي الشديد يا دكتور احمد ساعات بتقول بعمل خير في غير اهله يبقى في غير اهله ما يتعملش بقى اللي هو هتستخدم الحل الامني بس هذا الحل الامني يفيد انه يبقى له مقدمات يعني اتعملت يا دكتور احمد يعني بل حضرتك ليس النهارده الاعلان ده هو المقدمات انت عند حضرتك ثلاث انذارات بدأت فعلا ثلاث انذارات بالطيران من القوات المسلحه وثلاث بيانات من الداخليه وناس دخلت قعدت معاهم ووسطاء قعدوا معاهم وكلما زدت في الوساطه وزدت في الادب كلما مل قدامك اتنمرت زياده مفهوم ست اللواء الامن عندها هيضيع هيبته هتضيع وما صدقنا ان كرامته ترجع مفهوم اذا من وجهه نظر ضيوفي هناك تنوع ما بين ارسال اكثر من رسالة إلى معتصمين ربع العدوية وهناك أيضا من يرى أنه هذه المناشدات لن تؤدي إلى شيء وقد انقضى الوقت وهناك فرصة فقط للحل الأمني. اسمحوا لي أن أنا أشكر ضيوفي النهاردة شرفونا في الاستوديو دكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة شرفتنا يا دكتور وكذلك سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي أنا شاكر شرفتنا وأرجو قبول اعتذاري إن كنت لا يا فندم يعني العفو أكيد كلامة جميلة يا معالي اللواء والله تسلم سيادة اللواء شكرا علي بيدير بشكل جميل كتر خيرك فندم شكرا مشاهدينا دي كانت الوقفة الأولى مع هذه الجولة السياسية والإخبارية ستتوالى هذه الوقفات حتى الساعة 5 مساء مع الزميلة ريهام إبراهيم وأشكركم في نهاية وجودي معكم النهاردة كنت معكم علي البهنساوي وأترككم في أمان الله.